يمكن من أكتر من سنة عدت أهي والكورونا العالم كله عايشها، وتحديدا مصر التعليم تحول للأونلاين، تعليم عن بعد بسبب الظروف اللي احنا عايشينها. الظروف الكورونا فرضتها علينا إنه احنا لازم نطبق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا، لكن هنلاقي إنه التعليم عن بعد يمكن في ناس كتير تقبلته وفي ناس تانية وتحديدا الأهالي ما تقبلوش الفكرة دي لأن هما شايفين إنها غير فعالة وغير مجدية مع أولادهم. حوالي 1.5 مليار طالب في العالم بقوا يتعلموا أونلاين بسبب ظروف الكورونا، ويمكن في أول الحلقة قلت لكم أنه في العالم في دول أجنبية متقدمة كتيرة جدا بتطبق فكرة التعليم عن بعد، التعليم أونلاين. في كورسات كتيرة جدا بتتاخد، سواء كورسات في المجال سوق العمل أو كورسات لايف كوتشنج أو حتى كورسات اللغات، تعليم اللغات بتتاخد أونلاين. إحنا في مصر مؤخرا عشان الكورونا بدأنا ندخل المفهوم ده. في ناس كتير قوي قالوا لا احنا اولادنا وطبيعة التعليم عندنا ما تتوافقش خالص مع فكرة التعليم عن بعد. الطالب لازم يصحى من النوم، يلبس ويروح، يلبس يونيفورم المدرسة، يقف في الطابور ويطلع الفصل، يلتزم، يبقى عنده عدد ساعات معينة وعنده حصص، هو عارف هو هيروح يدرس ايه، ويبقى في تفاعل مباشر ما بينه وما بين المدرس، وكمان لازم المادة اللي بياخدها كمان المدرس يسأله مباشرة عشان يعرف هو المعلومة وصلت له ولا لا. كمان فكرة انه الاهالي يقعدوا جنب اولادهم وهم بيذاكروا اونلاين شايفينها صعبة شوية، لانه اكيد هم عندهم شغل، عندهم مسؤوليات، الام عندها حاجات كتيرة جدا لازم تعملها في البيت، الاب نفس الكلام. هل الأهل هيفضلوا طول الوقت قاعدين مع أولادهم أونلاين على الآيباد أو على التابلت وهم بيتابعوا دروسهم مع المدرسين؟ طيب في مشكلة تانية برضو بتواجه الطلبة، وهي فكرة أنه لو طالب سواء في ابتدائي أو في اعدادي أو حتى في ثانوي، فكرة الالتزام أنه هو يقعد في الكلاس مركز مع المدرس، لكن هل هيقعد في البيت هيبقى مركز؟ هل الظروف والأجواء مهيئة لي، ولا هيبقى في عوامل تشتيت كتيرة، في أهل، في إخوات، في تلفزيون، في أحداث بتحصل في البيت، في فكرة عدم الالتزام أن أنا ممكن أقفل الكاميرا، ممكن أقفل المايك، ممكن أبقى كأني مركز في الدرس لكن أنا ولا ركزت في الدرس ولا فهمت المدرس بيقول إيه. فكرة تحكم المدرس كمان مع الطالب، هل الطالب ده مركز معاه ولا لا؟ يمكن فكرة التطبيقات اللي هي للتعليم عن بعد، زوم وغيره، الطلبة كتير بتشارك المدرس على الأونلاين، لكن مش كل الطلبة المدرس يقدر يتحكم في مدى تركيزهم وما قد إيه مركزين وفاهمين المحتوى اللي هو بيقدمه ولا لا.